بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة الكرام الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا المجلس المتجدد من مجالس الخميس الثقافي في ديوان هيئة علماء المسلمين. واليوم محاضرتنا بعنوان جهود العراقيين في الدفاع عن فلسطين والقدس في القرن الماضي، يقدمها الدكتور مثنى الضاري، فليتفضل مشكورا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء في مجلس الخميس الثقافي في ديوان هيئة علماء المسلمين، وهذه اللقاءات المستمرة والمحاضرات المعنية بالقضية الآنية الآن الشاغلة لنا جميعا، قضية فلسطين وغزة. حديثنا اليوم إن شاء الله بعنوان جهود العراقيين في الدفاع عن القدس وفلسطين في القرن الماضي، والمقصود بذلك هي ما بذله العراقيون من جهود في سبيل نصرة قضية فلسطين عامة والقدس خاصة في القرن الماضي ميلاديا كان أو هجريا، يعني ليس على التحديد، يمكن أن يحمل على الميلادي أو على الهجري لأنهما متقاربان. وغالب الجهود التي نتحدث عنها سواء كانت جهود جماعية أو فردية انتهت قبيل أو توفي من قام بها ممن نشطوا فيها قبيل نهاية القرن الميلادي بسنوات، فهناك تقارب بين القرنين الهجري والميلادي في هذا الموضوع. وقبل أن أدخل إلى الموضوع لابد لي من أن أنوه بما حدث قبل يومين في بيروت عندما استهدف أحد قادة المقاومة من حركة المقاومة الإسلامية الشهيد الشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رحمه الله، الذي استهدف من قبل الكيان الصهيوني هو وعدد من رفاقه في الضاحية الجنوبية ببيروت، رحمه الله وتقبله. وهذا هو طريق الجهاد والمقاومة، وقد قلنا في بيان للهيئة صدر بمناسبة استشهاده بأن استهداف العاروري رحمه الله وصحبه لن يحد من المقاومة الفلسطينية، ولن يؤثر عليها أبدا، بل بالعكس سيكون دافعا على الرغم من الخسارة الكبيرة، خسارة ليست هينة للمقاومة وللأمة جميعا، ولكنه سيكون عاملا من عوامل دعم هذه المقاومة وزيادة الطاقة والروح والاندفاع فيها. استشهاد الشيخ العاروري وهو نائب رئيس المكتب السياسي زائدا الأبعاد والأهداف والمهام التي كان يقوم بها، بدءا من تأسيسي أو مشاركتي في تأسيس كتائب عز الدين القسام وقيادتي للحركة في الضفة الغربية، مشاركتي في كثير من الجهود السياسية والتسليحية للحركة، ومن ثم خروجه من الساحة مضطرا بعد اعتقاله لسنوات، ثم مزاولة هذا النشاط والعمل في ساحات مختلفة وحتى استشهاده. هذا الشخص بهذه الأبعاد فضلا عن البعد الشرعي فهو كما تعلمون خريج كلية الشريعة في فلسطين، جمع بين البعد الشرعي والبعد السياسي والبعد الجهادي، ومن هنا كان استهدافه. وهذا هو المعتاد دائما، أن الكيان الصهيوني يستهدف قادة المقاومة أيا كان، ولكنه يركز على الشخصيات الفاعلة، الشخصيات المؤثرة، الشخصيات التي تحاول أن تظهر الصورة الحقيقية لقيمة المقاومة. فقد عرف عن الشيخ العاروري أنه كان من الشخصيات القوية في الحركة، فضلا عن ذلك إدراكه لطبيعة الحركة وعلاقاتها الداخلية والخارجية وتأثير هذه العلاقات على مدى احتضان الأمة لحركة المقاومة حماس. ومن هنا كان موقفه من العلاقة مع إيران، وأنا أشهد له بذلك بغض النظر عما يكون قد بدر منه في بعض المواقف نتيجة تأثيرات معينة في الساحة التي يعمل فيها في لبنان في الضاحية الجنوبية، ولكن التقيت به مرة هكذا قدر الله وجرى الحديث وتحدثنا عن موضوع إيران تحديدا، سألته فأجابني بما كنت أتوقع، كان جوابه
أن التعامل مع إيران يقوم على أساس مبدأ الضرورة ولكن وفق الضوابط الشرعية، ونحن نعلم يقينا أن إيران ليست صادقة معنا وأنها تحاول أن تستفيد من القضية الفلسطينية بما يحقق مصالحها. هذا هكذا كان جوابه لي قبل حوالي 3 سنوات، التقينا في أحد الأماكن. فهذه شهادة للتاريخ لابد الآن أن أبينها، ثم بعد ذلك ندلف إلى الموضوع الذي هو يعني ذو صلة كبيرة بحركة المقاومة والجهاد، لأنكم سترون أن غالب الجهود وإن كانت ذات طبائع مختلفة سياسية وثقافية ودينية وتوعوية ولكنها كانت تصب في خدمة الحركة الجهادية في فلسطين. يعود الاهتمام العراقي بفلسطين وقضاياها إلى ما قبل الحرب العالمية 1914، ولاحظوا هنا اهتمام متقدم جدا عن طريق عدد من علمائه ورجال فكره، وأخذ بالتنامي والتحول إلى الطور الشعبي شيئا فشيئا، ولا سيما في مرحلة السنوات ما بعد الاحتلال البريطاني وثورة 20 وما تبعهما من أحداث وترتب عليهما من آثار وتداعيات. وقد حظي هذا الموضوع باهتمام دراسات عدة تناولته على المستوى الرسمي، كما فعل عبد التواب أحمد سعيد في دراسته العراق والقضية الفلسطينية 1926-1947، أو على المستويين الشعبي والرسمي كما فعل عباس عطية جبر في دراسته العراق والقضية الفلسطينية 1932-1941، التي رصد فيها تنامي الاهتمام المتزايد في العراق بهذا الموضوع الذي أخذ يشهد اهتماما كبيرا بالقضية الفلسطينية وتطور في الثلاثينات والأربعينات. أختصر بعض النصوص من أجل عدم الإطالة. وجهود العراقيين في الدفاع عن القدس والأقصى خاصة وفلسطين عامة لا يمكن حصرها، هي كثيرة متنوعة متشعبة في المجالات السياسية والعسكرية والثقافية والعلمية والإنسانية والاقتصادية، فضلا عن عدم اقتصارها على مستوى واحد، فقد كانت جهود رسمية وكانت جهود شعبية وكانت جهود مشتركة. وهو ملحظ مهم نبه عليه أحد الباحثين المتقدمين عادا هذه الوفرة في النشاطات والجهود العراقية عدها مشكلة للباحثين، حيث قال إن المادة التي عبرت عن المواقف الشعبية المتمثلة بتلك المجموعة الهائلة من المقالات والأبحاث والتقارير والمذكرات التي نشرتها التيارات والمنظمات الشعبية في الصحف والدوريات كانت من الكثرة، بحيث تطلبت مني جهدا ووقتا كبيرين لجمعها ودراستها لغرض بلورة المواقف الشعبية بحسب اتجاهاتها السياسية. هاي في مرحلة زمنية محددة 10 سنوات يعاني الباحث من الوفرة في المادة العلمية لهذه النشاطات. وقد تنوعت الجهود العراقية المتعلقة بقضية فلسطين وتكاثرت وتكونت من أجلها اللجان وأقيمت التجمعات والملتقيات وعقدت المؤتمرات وأسست الجمعيات، واتسمت هذه الجهود بصفات عدة لعل من أبرزها مشاركة مكونات الشعب كافة فيها كما ستظهر الوثائق القادمة، ونشاط قادة الفكر والثقافة الجاد والفاعل فيها من العلماء والمفكرين والأدباء والشعراء والصحفيين والسياسيين، فضلا عن الفئات والشرائح المجتمعية من الطلاب والشباب والنساء وشيوخ العشائر والنقابات المهنية الممثلة للمحامين والمعلمين والأطباء والمهندسين والعمال وغير ذلك. وقد أشاد بهذه الجهود عدد كبير من الكاتبين لتاريخ فلسطين الحديث ونوهوا بها، وعد ما قدمه العراق شعبيا ورسميا من أبرز ما قدم لنصرة فلسطين أثناء أزماتها المتتابعة. ومن هؤلاء المفتي الشيخ محمد أمين الحسيني رحمه الله، الذي يقول في أحد كتبه: وصل قبلي إلى العراق 200 مجاهد من فلسطين، فأظهر لهم الشعب والحكومة العراقية كرما عظيما. هذا في العهد الملكي طبعا. فلقد كان الشعب العراقي أكثر الناس حماسا للقضية العربية، والقضية العربية المقصود بها حين هي القضية الفلسطينية، كانت قضية واحدة الآن ما شاء الله. ومنهم أيضا الأستاذ محمد عزة الدروزة رحمه الله، المؤرخ والمفسر المعروف، الذي يقول عند حديثه عن موقف الدول العربية من قضية فلسطين: لقد كان موقف الأقطار العربية وخاصة العراق والشام بما فيها الأردن ولبنان قويا كريما في أزمة فلسطين، فاهتمت أوساطها الوطنية وصحافتها اهتماما كبيرا، وتألفت لجان سميت بلجان الدفاع عن فلسطين، وأخذت تجمع التبرعات وترسلها إلى فلسطين،
كما أن مدنها أضربت أكثر من مرة وقامت فيها المظاهرات المتعددة تضامنا معها. ووصل الأمر كما قلنا أن أخذ أبناء هذه الأقطار يتسربون إلى فلسطين ليجاهدوا إلى جانب إخوانهم ويمزجوا دماءهم معا في سبيل عروبة فلسطين وحريتها واستقلالها. هذا في كتابه حول الحركة العربية الحديثة. وخص العراق، أي دروزة، خص العراق بالحديث قائلا: لقد كان حماس العراق الأبي الذي كان ينعم أكثر من غيره بالاستقرار وقوة النفس والحركة عظيما، سواء فيما أقامه من مظاهرات أو تبرع به من مال أو ساعد عليه من وسائل الكفاح وتجهيز حملة القاوقشي وتيسير رحلتها، ثم بما كان من اهتمام حكومته ومبادرتها إلى الخطوات التي اتخذتها في صدد التدخل والوساطة. وفي الأوراق القادمة من هذه المحاضرة عرض لنماذج من هذه الجهود الشعبية فقط، سأتكلم عن الجهود الشعبية فقط لأن المجال واسع، الجهود الرسمية يمكن تكون لمحاضرة لاحقة في وقت آخر. الجهود الشعبية على المستويين الجماعي المؤسسي والفردي، وبعمومية تقتضيها طبيعة هذه المحاضرة وزمنها المحدود الذي يصعب فيه الإلمام بأطراف الحديث عنها جميعا، وهو ما ندعو إلى أن تقوم به جهات وأفراد في دراسات وبحوث أكثر تفصيلا وتحقيقا وتخصصا. نبدأ أولا بالجهود الجماعية، الجهود المؤسسية، ويمكن قسمتها على الآتي: أولا المؤتمرات. واحد، المؤتمر الإسلامي في القدس 1931. انعقد هذا المؤتمر في القدس عدة أيام من 7 إلى 17/12/1931، وحضره ممثلون من غالب البلاد العربية بحسب مسميات ذلك الزمان، وهي الحجاز وبرقة وطرابلس الغرب ولبنان واليمن وتونس والجزائر وسوريا وشرق الأردن والعراق وفلسطين ومصر والمغرب الأقصى وعدن، وممثلون عن المسلمين في العالم من تركيا وإيران والهند وسيلان أي سريلانكا وتركستان الشرقية وتركستان الغربية والأورال والقفقاس وجاوة أي أندونيسيا ونيجيريا وأوغندا ويوغزلافيا وألبانيا وأمريكا الشمالية والأرجنتين. وحضره، لاحظوا يعني تباعد الأمصار والبلدان بالواحد وثلاثين، هذه البلدان قد لا تلتقي الآن في القرن الحادي والعشرين. وحضره 10 ممثلون من العراق يمثلون جهات وصفات ومحافظات عدة، وهم إبراهيم الواعظ المحامي والنائب في مجلس النواب عن مدينة الحلة، وحسن رضا رئيس جمعية الشبان المسلمين، وسعيد الحاج ثابت الوطني الموصلي المعروف، وعبد الرسول آل كاشف الغطاء، وعبد الحليم آل كاشف الغطاء من النجف، وماجد شكري القرغولي عضو مجلس بغداد، والشيخ محمد بهجة الأثري الأديب وعضو المجامع اللغوية العربية، والشيخ محمد حبيب العبيدي مفتي الموصل، والشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء المرجع الديني المعروف، والشيخ نعمان الأعظمي مدير دار العلوم العربية والإسلامية أي كلية الإمام الأعظم. ودعا الحاج أمين الحسيني مفتي القدس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى في فلسطين إلى هذا المؤتمر من أجل إثارة اهتمام الرأي العام الإسلامي العالمي بقضية فلسطين وتأليف جبهة إسلامية قوية في مواجهة الصهيونية العالمية وانحياز العالم الغربي وعلى رأسه بريطانيا آنذاك للفكرة الصهيونية، وللبحث في حالة المسلمين الحاضرة وفي صيانة الأماكن المقدسة الإسلامية من الأيادي الممتدة إليها الطامعة بها وفي شؤون أخرى تهم المسلمين جميعا. نفس الهموم، نفس المشاكل، نفس القضايا، لكن مع فارق أن الأمة على المستوى الشعبي كانت تستطيع أن تلتقي من كل أنحاء الأرض بخلاف ما هو حاصل لا. وتشكلت المؤتمر لجنة تحضيرية ترأسها أمين الحسيني وعقدت 17 جلسة، تقرر في ختامها النص على انعقاد المؤتمر دوريا بعنوان المؤتمر الإسلامي العام، وإنشاء تشكيلات له في الأقطار الإسلامية، وانتخاب لجنة تنفيذية تدير أعماله، فضلا عن مكتب دائم في القدس يضم 30 عضوا من قادة العلم والفكري في الأقطار الإسلامية، واختيار أمين عام المؤتمر. وصدرت عنه قرارات طبعا تفصيلية متعلقة في فلسطين والقدس، منها تأسيس مكتب رئيس ومكتب مكاتب فرعية للدعاية لمقاصد المؤتمر في أنحاء العالم، وتشكيل لجنة خاصة تطوف على جميع الملوك والأمراء والأثرياء المسلمين لجمع التبرعات، وإنشاء جامعة إسلامية عليا في القدس تسمى جامعة المسجد الأقصى الإسلامية، ومقاطعة جميع المصنوعات الصهيونية،
وتأسيس شركة زراعية كبرى في فلسطين. طبعا هذا الهدف الأخير مجد تصدي لظاهرة الاستيطان وقتها. وقرارات أخرى يعني نتركها الآن حتى نختصر الوقت. وقد كان للشيوخ نعمان وحبيب العبيدي وكاشف الغطاء وصحبهم في هذا المؤتمر وجلساته وحواراته وتفصيلاته وقراراته أثر وواقع ملموسان، وسيظهر هذا في بعض الصور في الملحق بعد انتهاء المحاضرة نعرضها لكم إن شاء الله. اثنين، المؤتمر الإسلامي العام في القدس سنة 1953. كان الشيخ أمجد الزهاوي علامة العراق وبركته كما يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله كثير الاهتمام بقضايا المسلمين ومعنيا بمتابعة أخبارهم ودعم قضاياهم، ومن هنا كان اهتمامه وعنايته بالقضية الفلسطينية وتجرده للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، حيث كانت فلسطين همه الكبير وشغله الشاغل، فأسس من أجلها الجمعيات وحضر المؤتمرات وجمع المعونات وجند المجاهدين وحاضر من أجلها في العديد من الدول والمدن والجمعيات، وبين للمسلمين خطورة هذه القضية على العرب والمسلمين ما لم يبادروا للعمل الجاد المكافئ لأعمال اليهود ومن يقف وراءهم من دول الاستكبار العالمي المعادي للإسلام والمسلمين. هذا كلام الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله. وقد حضر الشيخ الزهاوي المؤتمر الإسلامي الذي انعقد في ساحة المسجد الأقصى في 27 رجب 1352-1952 للنظر في قضية فلسطين وشؤون إسلامية أخرى، وكان الداعي للمؤتمر هي جمعية جبهة الكفاح لتحرير الشعوب الإسلامية في القاهرة برئاسة الشيخ محمد عبد اللطيف دراز رحمه الله من شيوخ الأزهر الشريف، الذي حضر المؤتمر الإسلامي الأول في القدس وسعى لعقد مؤتمر شعبي خالص لا دخل للسياسيين والحكام فيه. وشارك الشيخ الزهاوي في هذا المؤتمر بصفته رئيسا لجمعية إنقاذ فلسطين، وشارك معه فيه الشيخ محمد محمود الصواف سكرتير الجمعية. وقد عزم على تبني فكرة المؤتمر بعد عدم استطاعة الداعين له حضوره، يعني الشيخ دراز ومن معه الذين دعوا إلى المؤتمر لم يستطيعوا الحضور لأسباب سياسية. وبعد انتهاء المؤتمر وعودتهما إلى بغداد، بمعنى أنه لن يعقد المؤتمر مرة ثانية، فماذا فعل الشيخ الزهاوي؟ أمضى مع الشيخ الصواف ما عزم عليه وسعيا إلى عقد المؤتمر بالاعتماد على الجهود الشخصية والشعبية، فقررت جمعية إنقاذ فلسطين في العراق الدعوة إلى مؤتمر إسلامي في القدس بمناسبة المولد النبوي في المدة من 27 ربيع الأول إلى 3 ربيع الثاني 1373 هجري 53 ميلادي. واستطاع الشيخ الزهاوي جمع مبلغ من المال من الحكومة العراقية وعدد من التجار العراقيين لغرض عقد المؤتمر، ووجهوا الدعوات إلى أنحاء العالم الإسلامي، ودعوا العلماء وقادة الفكر والدعاة والمصلحين وقادة الجهاد ونخب المجتمع ووجهاء البلدان. ثم سافر الشيخان الزهاوي والصواف إلى مصر والسعودية للقاء بالعلماء وغيرهم لحثهم على المشاركة في المؤتمر، وبعدها توجه إلى القدس قبل المؤتمر بأيام عن طريق الأردن التي كان لهم فيها أيضا جهود واللقاءات للتحضير للمؤتمر. ستظهر بعض الصور هذه النشاطات. وعقد المؤتمر فعلا في 3/12/1953، وحضره أكثر من 70 عالما ومفكرا ومثقفا وقائد عمل إسلامي نحو الأستاذ علال الفاسي من المغرب والشيخ علي الطنطاوي والأستاذ عصام العطار والشاعر عمر بهاء الدين الأميري من سوريا ومحي الدين القليبي من تونس، هذا والد الشاذلي القليبي المشهور، والفضيل الورتلاني من الجزائر من جمعية علماء المسلمين في الجزائر، والشيخ أحمد الشرباصي وسيد قطب وسعيد رمضان من مصر وكامل الشريف من الأردن وغير هؤلاء، واعتذر آخرون. وقد وصلت إلى المؤتمر مئات البرقيات المؤيدة له والمثنية على جهوده. ومن قرارات هذا المؤتمر وتوصياته بطلان الوضع الذي أحدثه اليهود في فلسطين من تقسيم واحتلال وتشريد للفلسطينيين وغصب لحقوقهم وعد الصلح مع إسرائيل والتعامل معها خيانة عظمى والتفكير في تدويل القدس مؤامرة استعمارية يقف العالم الإسلامي في وجهه. ونظرا للجهود الكبيرة والأعمال الجليلة التي قام بها الشيخ أمجد الزهاوي، ارتأت إدارة المؤتمر والمشاركون فيه أن يختار مع عدد من أعضاء المؤتمر في اللجنة التي سموها لجنة الدعاية، وانتدبوهم للطواف في العالم الإسلامي لتحقيق فكرة المؤتمر
والدعوة إليه والتعريف القضية الفلسطينية وجمع التبرعات لنصرة القضية. يقول الشيخ الطنطاوي: رأى أعضاء المؤتمر القدس وما حل بها، وشاهدوا آثار المأساة وبقاياها، فتقاسموا على نذر أنفسهم للعمل لها. وانتخب المؤتمر لجانا ثلاثا كانت إحداها لجنة الدعاية والإنعاش الروحي، وشرفوني برئاستها وكلفوها أن تطوف العالم الإسلامي تعرف بفلسطين وتدعو الناس لمدها بالمال. وكنا خمسة، اثنين من العراق الأستاذ الزهاوي والأستاذ الصواف، واثنين من الجزائر الأستاذ الإبراهيمي والأستاذ البرتلاني، وأنا، يقصد علي الطنطاوي. انطلقوا بالرحلة، طبعا اعتذروا ثلاثة، اثنين اعتذروا اللي هم البرتلاني والإبراهيمي لظروف، ثم الشيخ الصواف بدأ معهم ثم اعتذر، وواصل الرحلة وحدهما الشيخ أمجد الزهاوي والشيخ علي الطنطاوي. فانطلق الشيخ الزهاوي في رحلة طويلة مع رفاقه استغرقت قرابة 8 أشهر، طاف فيها عددا من البلدان الإسلامية، والتقى الكثير من القادة والمفكرين الإسلاميين، وجمع الأموال واستجاش العواطف واستثار العقول من أجل هذه القضية. وشملت الرحلة الشام والحجاز ومصر وباكستان والهند وشمال أفريقيا وأندونيسيا وماليزيا. وقد أكمل الشيخ الزهاوي القسم الثاني منها وحده مع الشيخ الطنطاوي، الذي يقول عن ذلك: بقيت وأستاذنا الجليل بركة العصر الشيخ أمجد الزهاوي، وكان علينا أن نجمع المال، ولكن خفنا أن يقول الناس أننا سرقنا أو أخذنا لأنفسنا، فآثرنا السلامة وجعلنا عملنا أن نشرح للناس قضية فلسطين، ونصف لهم مأساتها، ونعرض عليهم أدوارها، وأن نؤلف اللجان في كل بلد لتجمع هي أمناء منها وتتولى إنفاقه بنفسها. وكنا نقول للناس إننا لسنا من أهل فلسطين، وليس لنا فيها مصلحة لأنفسنا، وإنما هو الواجب، ونحن وأنتم في هذا الواجب سواء، وهذا هو الواجب الذي يجمعنا نحن العراقيين هنا في الأردن في هذه المحاضرة من أجل قضية فلسطين. وإنما هو الواجب، ونحن وأنتم في هذا الواجب سواء، ثم إننا لا نستلم بأيدينا قرشا واحدا تجودون به، ما تجودون به ابعثوا به للقدس من خلال اللجان المكونة في بلادكم. ومراعاة لهذا التخوف الذي بيّنه الشيخ الطنطاوي، خاطب الشيخ الزهاوي الناشطين في نصرة قضية فلسطين قائلا: إخواني، لا تهتموا بالمال، فإن الناس متى علموا صدق أعمالنا ونياتنا فسوف يحملون المال على أطباق فوق رؤوسهم ويأتون به إلينا. هذه المقولة المشهورة للشيخ الزهاوي رحمة الله عليه. طبعا جهد كبير جدا نختصره. يقول الطنطاوي: بفضل الشيخ أمجد والأستاذ الصواف وبعون الله قبل ذلك، أصبحنا حديث الناس والحكومة والإذاعة والصحف في كل بلد دخلنا. لقد ألقيت، هاي فقط مثال لما فعله الشيخ الطنطاوي، لقد ألقيت 43 محاضرة وخطبة عن فلسطين، وعقدت 28 مؤتمرا صحفيا، وشغلت بها 6 إذاعات وأكثر من 400 جريدة ومجلة، وشغلت بها 6 إذاعات وأكثر من 400 جريدة ومجلة. وما أقول هذا منا ولا فخرا، ولكن لأثبت للناس أن الواحد منا ولو كان ضعيفا مثلي يستطيع إذا أراد أن يعمل ما لا تقدر عليه الجماعة. ولقد تركنا لفلسطين لجانا في كل من كراتشي وكلكتة ولكنو ودهلي وبومباي وسنغافورة وجاكرتا وكوتشكا وسوربايا، سوربايا طبعا في ماليزيا. وفضلا عن كل ما تقدم من جد واجتهاد وجهود، كان الشيخ الزهاوي يسلك سبلا أخرى لأجل فلسطين وقضايا المسلمين العامة، فكان يكاتب الملوك والرؤساء ويلتقي الزعماء والقادة ويستحثهم على دعم قضايا فلسطين والأمة، ويقيم الحجة عليهم، ويبرز لهم الوقائع والأحوال التي عينها ووقف عليها بنفسه. وقد بدأ هو وإخوانه في تجهيز المتطوعين بجميع مستلزماتهم. عليكم السلام. وهذا ما سنتحدث عنه بعد قليل في سياق آخر. سافر الشيخ الزهاوي والشيخ الصواف إلى مصر والسعودية، والتقوا بالعلماء وقادة الفكر والعمل العام فيهما، وحثوهم على المشاركة في المؤتمر، وبعدها توجه إلى القدس قبل انعقاد المؤتمر. فعقد المؤتمر كما كان مخططا له، وحقق الأهداف التي عقد من أجلها، وفي مقدمتها استمرار عقد هذا المؤتمر كل عام أو كل عامين أو ثلاثة على أقل تقدير، إلى أن انتهى آخر مؤتمر في أوائل 70s. ننتقل الآن إلى
المؤتمر الإسلامي العام في بغداد 1962. عقد هذا المؤتمر في بغداد من 29 أيار إلى 4 حزيران 62 استكمالا لانعقاد المؤتمرات الإسلامية من أجل القدس. فبعد المؤتمر العام الأول سنة 1931 في القدس عقدت مؤتمرات كراتشي 49، مكة 50، كراتشي مرة ثانية 51، القدس 52، القدس 53، ثم عقدت لاحقا مؤتمرات مقديشو 64 وعمان 67. طبعا هذه المؤتمرات هي التي انتهت إلى تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي. وجرى في هذه الدورة للمؤتمر التي رأسها الشيخ محمد أمين الحسيني ب 62 ببغداد، وحضرها عدد كبير من علماء العالم الإسلامي وعلماء العراق، إنجاز نظام المؤتمر ودستوره الدائم وإقرارهما وتشكيل هيئات المؤتمر التنظيمية وتسمية مكاتبه الإقليمية في العالم الإسلامي. المجال الثاني من مجالات العمل الجماعية المؤسسية هي اللجان والجمعيات، ونضرب أمثلة لأنها كثيرة. واحد، لجنة الشباب، طبعا راح أبدأ الأقدم فالأحدث. لجنة الشباب الموصلي، شكل عدد من الوطنيين الناشطين في الموصل هذه اللجنة سنة 1933، وهم كل من يونس بحري الرحال المعروف، والمؤرخ محمد عبد المنعم الغلامي، وعبد الجبار الجومرد، وعبد الله باش عالم، وإسماعيل صبري. وكانت أهدافها تنص على الدفاع عن فلسطين وعروبتها. وبعد سنوات تعاون عدد من أعضاء هذه اللجنة ولا سيما الغلامي مع لجنة أخرى سميت لجنة الاجتماع الجماهيري في الموصل سنة 1936 للتضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم ثورته المتجددة في نيسان، ثورة نيسان 36 المشهورة. وضمت اللجنة عددا من وطنيي الموصل من المسلمين وغيرهم نحو سعيد الحاج ثابت، هذه أبرز شخصية موصلية وعراقية معنية بالقضية الفلسطينية. هؤلاء كلهم قاموا بنشاطات، ولكن هو كان حلقة الوصل الرئيسة بكل النشاطات عن فلسطين، وفرغ حياته لأجل هذا الغرض، ويحتاج إلى إبراز هذه الشخصية. سنرى بعض الصور التي تتناول بعض جهوده بعد قليل. والمحامي سعد الدين زيادة، وفريد الجادر، وعبد الجبار الجومارد، ومحمد علي الحاج ذنون، وعبد المنعم الغلامي، وروف المشهداني، وعبد المجيد حجاوي، ويعقوب قسطو، وعبد الأحد مراد، وناصر سرسم، وبشير مراد، وسيروب كندرية، وحبيب سرسم. وقد شارك في هذه اللجنة اثنان من علماء الموصل المعروفين، وهما الشيخ بشير السقال والشيخ عبد الله الصوفي رحمهما الله. طبعا هناك دراسة خاصة عن هذا الموضوع بعنوان أصداء القضية الفلسطينية في الموصل 1932-1948، ودراسة أخرى بعنوان عبد المنعم الغلامي، دراسة تاريخية في نشاطه الثقافي والصحافي والسياسي، رعد أحمد الطائر، رسالة ماجستير غير منشورة. وعقد هذا التجمع الذي اجتمعت فيه اللجنتان أين؟ في الجامع النوري الكبير. كان الجامع النوري الكبير يقوم بمثل الدور الذي كان يقوم به جامع الحيدر خانة في ثورة 20 والجامع الأزهر في مصر في 6/5/1936، واحتشد فيه عدد كبير من شباب الموصل، وألقى فيهم المؤرخ محمد عبد المنعم الغلامي خطابا قويا. مثال آخر من اللجان، لجنة الأحزاب العراقية للدفاع عن فلسطين، وهي لجنة تشكلت بعد صدور قرار لجنة التحقيق الأنجلو أمريكية في نيسان 1946 مباشرة. أوصت هذه اللجنة بالسماح لمئة ألف مهاجر يهودي بدخول فلسطين، فثار أهل فلسطين وثار معهم العالم الإسلامي احتجاجا على قرار هذه اللجنة المتحيز للعصابات الصهيونية. وضمت هذه اللجنة، لجنة سياسية هذه من رؤساء الأحزاب، محمد الصدر رئيسا لها، وجميل المفتي، وصادق البصام، وجلال بابان، ويوسف غنيمة. لاحظوا خمس شخصيات من خمس مكونات عراقية. وقد روعي في تشكيلة اللجنة تمثيل المكونات العراقية، ولكن لم يطل عمرها، حيث حلت نفسها بعد 4 أشهر، وخولت الأحزاب المشكلة لها أن يستقل كل حزب بأسلوبه الخاص للتعامل مع قضية فلسطين بحسب ما تقتضيه سياستها. ثم آلت اختصاصات هذه اللجنة إلى جمعية الدفاع عن فلسطين التي تشكلت في العراق بعد انعقاد مجلس جامعة الدول العربية في بلودان بسوريا في حزيران 1946. المثال الأبرز طبعا عراقيا وعربيا من هذه الجهود، جهود اللجان والجمعيات، هي جمعية إنقاذ فلسطين، وهي المثال الأبرز على الصعيدين العراقي والعربي
وتأسست في كانون الأول سنة 1947 واتخذت بغداد مركزا عاما، وكان هدفها المعلن ومقصدها الذي تعمل من أجله العمل على إنقاذ فلسطين من الصهيونية عن طريق بحسب ما يقول النظام الداخلي طبعا لها جمع المال والتبرعات بالوسائل المشروعة والتعاون مع المؤسسات والهيئات التي تتفق مع هذه الجمعية في غايتها داخل العراق بجميع وسائل النشر والدعاية وبث الدعوة لنصرة فلسطين. وانتمى للجمعية عدد كبير من الأعضاء من بغداد والمحافظات، وانتخبت لها هيئة تنفيذية عليا ضمت الفريق الركن حسين فوزي إبراهيم رئيسا، واللواء الركن إبراهيم الراوي نائب للرئيس، وعبد الرحمن محمد خضر المحامي ثم القاضي محاسبا، وإبراهيم عطار باشي أمينا للصندوق، ومحمود فهمي درويش سكرتيرا عاما، واثنى عشر عضوا هم العلامة الشيخ أمجد الزهاوي والعميد الركن توفيق حسين والعقيد طاهر محمد عارف والعقيد عبد القادر العزاوي والنائب جميل الأرفلي والدكتور إسماعيل ناجي والشيخ فرحان العرس والسيد جميل روحي والسيد نور الدين داود والشيخ محمد محمود الصواف والمحامي عبد الباقي السعيدي والمحامي إبراهيم مصطفى الأيوبي. مصادرها موجودة لكن يعني نتجاوزها. وقد دعت الجمعية في فاتحة أعمالها للتطوع للقتال في فلسطين، فلبت دعوة 15,000 شخص سجلوا أسماءهم في سجل المتطوعين من أجل إنقاذ فلسطين، أغلبهم ممن سبق لهم أن خدموا جنودا أو ضباطا في الجيش العراقي والشرطة، واختير قسم كبير من هؤلاء للتوجه إلى فلسطين، وشكلت منهم عدة أفواج منها فوج الحسين وفوج القادسية، فضلا عن سرية من المغاوير القوات الخاصة ضمت ضباطا متدربين على مثل هذه الأعمال. وأقيم لهذه التشكيلات العسكرية معسكر للتدريب في بغداد، وفي 7/1/1948 غادرت بغداد أول وحدة من سرية المغاوير متوجهة إلى دمشق، يرافقها عضوان من أعضاء الجمعية هما المحامي عبد الرحمن محمد خضر. والمناسبة المحامي عبد الرحمن محمد خضر هو الذي نقل الزناد المدفع في ثورة 20 الذي استولى عليه الثوار إلى بغداد وأصلحوه في بغداد، ثم عاد به إلى الفرات الأوسط وضربوا به الباخرة كرين فلاي ودمروها. هو نفس المحامي عبد الرحمن محمد خضر رحمه الله. ومحمود فهمي درويش للتنسيق بين الجمعية أي جمعية إنقاذ فلسطين واللجنة العسكرية التابعة للجامعة العربية التي كانت تتولى الإشراف على المتطوعين، ثم تبعها فوج الحسين بن علي في 15/1/47، ثم فوج القادسية بعده بيومين مع تجهيزاتهما من السلاح والعتاد والبطانيات والمواد الغذائية ولا سيما التمور التي جمعتها الجمعية من مختلف مناطق العراق. بالنسبة للتمر طريفة، الشيخ الصواف سافر للبصرة ونخ أهل البصرة فسيروا له يعني أطنان من التمور لدعم هذه القوة التي ذهبت إلى فلسطين. وتوقفت الجمعية بعد مدة مضطرة عن إرسال المتطوعين على الرغم منها، مكتفية بجمع الإعانات والتبرعات المادية من مختلف المدن وتوزيعها للمتطوعين في جيش الإنقاذ وعائلات الشهداء. طبعا في العهد الملكي كانت هناك جهات لا ترغب باستمرار هذا الجهد، وللأسف كانت بعض الشخصيات منخرطة في التصدي لهكذا أعمال، فأجبرت الجمعية على عدم إكمال تدريب الكتائب الأخرى ومنعت من الذهاب لفلسطين. لا نذكر الأسماء لكن موجودة في المصادر. وقد وثق سكرتير الجمعية محمود فهمي درويش رحمه الله جانبا من أعمالها والعقبات والمشاكل التي واجهتها في كتابه المشهور بعنوان 15 أيار 1948 كارثة فلسطين، طبع سنة 49 وصورته في الإعلان من أقدم الكتب الجامعة المكتوبة عن القضية الفلسطينية. زار فلسطين أثناء المعارك مرتين وكتب كل ما فيها من إيجابيات ومن سلبيات، فهي مذكرات مهمة جدا أنصح بقراءتها، موجود على الانترنت في شبكة الانترنت. كان هذا الكتاب أشبه بتقرير تفصيلي توثيقي من 250 صفحة تناول فيها أهم أحداث فلسطين وقتها والمعارك في الجبهات المختلفة والملاحظات التي سجلها على جيش الإنقاذ وغير ذلك من موضوعات مهمة تجعل الكتاب وثيقة بالغة الأهمية عن أحداث فلسطين سنة 48. النشاط الثالث أو النوع الثالث هي التجمعات الجماهيرية، ومنها التجمع الكبير الذي دعت إليه جمعية الشبان المسلمين في الموصل لمناصرة الشعب الفلسطيني، وأقيم أيضا في الجامع النوري الكبير، وكان من أبرز خطبائه الوطني والمؤرخ المعروف عبد المنعم الغلامي،
وأيضا ألقى فيه خطابا بعنوان العرب وانفعال النفس، تحدث فيه يعني ضمنه التذكير بأمجاد العرب وعزهم وقدرتهم على اجتياز المصاعب، وحرك مشاعر الحاضرين باتجاه مناصرة الشعب الفلسطيني وما يعنيه جراء المؤامرات الصهيونية تجاه الإسلام. النشاط الرابع أو السياق الرابع من النشاطات الشعبية المؤسسية هي الفتاوى والكتابات الشرعية، وهذه لها أمثلة كثيرة، لعل من أبرزها فتاوى العلماء والجمعيات الإسلامية في مختلف المدن العراقية، وفتاوى وكتابات الشيخ محمد حبيب العبيدي. ونقتصر هنا على ذكر أشهر هذه الفتاوى وأكثرها انتشارا، وهي فتوى رابطة علماء العراق. أما فتوى الشيخ حبيب العبيدي وهي أقدم فتوى في العراق فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية سنتطرق لها بعد قليل. نشرت فتوى رابطة علماء العراق سنة 67 بعد حرب حزيران في مجلة التربية الإسلامية، وصدرت بعنوان نداء من جمعية رابطة العلماء في العراق للشعب العراقي الكريم خاصة والعالم الإسلامي عامة. نصها طويل، أوردت كل الأدلة الشرعية من القرآن والسنة على وجوب الجهاد ونصرة فلسطين، أخذ منها فقط عبارة: فنظرا لاشتداد الأزمة الأخيرة بين اليهود الصهاينة المعتدين وبين الأمة الإسلامية بسبب الاعتداءات من هذه العصابة المجرمة بقتل الأنفس البريئة وهتك الحرمات ونهب الأموال، ولخطورة الموقف الذي أصبح يهدد البلاد العربية والإسلامية جمعاء، فإننا نؤكد للأمة أن الجهاد الآن قد أصبح فرض عين على كل مسلم يطيق حمل السلاح، عملا بقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ثم سرد باقي الأدلة والآيات وختم: والجمعية تتقدم إلى أبناء الأمة بهذا النداء الشرعي معاهدة أن تتقدم الصفوف ببذل النفس والنفيس في سبيل استرجاع أولى القبلتين وثالث الحرمين، وهي تناشد أبناء الأمة وعلى رأسهم قادة العرب والمسلمين أن يقفوا عند حدود الله ويأتمروا بأوامره ويوحدوا كلمتهم وينزعوا الأحقاد من صدورهم. ثم نصائح أخرى. خامسا: مذكرات الاحتجاج والرسائل والبرقيات، وهذا من أوسع المجالات، ومنها مذكرات الاحتجاج. مثالها مذكرة الاحتجاج التي أصدرها عدد من العلماء أثناء الهبة الكبيرة لنصرة الشعب الفلسطيني في انتفاضته سنة 33، حيث صاغ عدد من علماء العراق مذكرة احتجاج وأرسلوها إلى عصبة الأمم عن طريق وزارة الخارجية العراقية، وأوصلوا نسخا منها إلى مفوضيات الأقطار العربية والأجنبية في بغداد، سفارات كانت تسمى هكذا سابقا. وقد وقع على هذه المذكرة الشيوخ محمد حبيب العبيدي، إبراهيم الراوي، وعبد الجليل آل جميل، وأحمد الراوي، وإسماعيل الواعظ، ومحمد رشيد السعدي، وبهاء الدين النقشبندي، وقالوا فيها إن مشكلة فلسطين لا تحل إلا بالعدل والإنصاف، وأنه لا يوجد في الكتب المقدسة وحقوق البشر الطبيعية وما يتطلب معنى الإنسانية مثيل للسياسة المطبقة في فلسطين الهادفة إلى تحقيق الأطماع الصهيونية فيها، وهذا ما يحصل. ثم يأتي محمد دروزة يشير إلى كيف انتفض أهل بغداد وأهل العراق بكلام طويل أيضا نختصره، أشرنا له فقط هنا. ومن الرسائل والبرقيات: دأب عدد من علماء العراق على إرسال هذه الرسائل والبرقيات إلى الملوك والرؤساء العرب والمسلمين والدول والمنظمات. موضوع البرقيات سابقا كان وسيلة مشهورة ومعروفة للاحتجاج، الآن بيان، سابقا لا، برقية مباشرة تذهب إلى هذا الملك أو ذاك الرئيس، وهي كثيرة وأمثلتها لا يحصيها عد. ولعل أبرز من عرف بعنايته بذلك من علماء العراق هم الشيخ محمد حبيب العبيدي، الذي أنفق مبالغ طائلة في هذا السبيل، آلاف الدنانير في ذلك الوقت الثلاثينات والأربعينات أنفقها، لأن البرقيات برقيات طويلة، وتدري يعني برقيات طويلة على الفلوس، كل حرف بسعر ما. والشيخ أحمد الراوي رحمه الله. سادسا: الكتب والمؤلفات العامة للعراقيين عن قضية فلسطين، وهذا أيضا مجال ترد فيه كتب كثيرة جدا لا يحصيها العد، ودراسات وبحوث يصعب حصرها هنا، لكن نذكر أبرزها. منها الفتوى الشرعية في جهاد الصهيونية للعلامة المفتي محمد حبيب العبيدي، هذه التي أشرنا لها، فتوى على شكل كتيب كامل. والمخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام للشيخ الصواف، وفيه فصل مهم عن فلسطين والمؤامرة على القدس بعنوان المؤامرة الكبرى، نقل فيه نقولا مهمة عن آراء الشيخ أمجد الزهاوي في القضية الفلسطينية ونشأة الدولة العبرية،
هذا مصدر مهم لمعرفة رأي الشيخ الزهاوي في هذا الموضوع. وكتاب معركة الإسلام أو وقائعنا في فلسطين بين الأمس واليوم للشيخ الصواف أيضا، ودراسات في التوراة جذور العدوان لدى اليهود واليهود والتحالف مع الأقوياء، وكلاهما للدكتور نعمان عبد الرزاق السامرائي، فضلا عن كتاب محمود فهمي درويش المهم نكبة فلسطين متقدم الذكر قبل قليل، ومؤلفات اللواء محمود شيد خطاب الكثيرة في هذا المجال وسيرد ذكرها لاحقا وغير ذلك. انتهينا الآن من الجهود العامة. الجهود الفردية، الجهود الفردية أخذنا أمثلة فقط، جهد الشيخ محمد حبيب العبيدي مفتي الموصل، وجهد الشيخ أحمد الراوي، وجهد الأستاذ محمود فهمي درويش، وجهود الأستاذ اللواء المرحوم محمود شيد خطاب. محمد حبيب العبيدي الفتوى المعروفة المشهورة، وهي ليست فتوى، هي فتوى من حيث الاسم فقط، وإلا فهي في أصل وضعها دراسة موسعة جاءت طبعتها الأولى في 167 صفحة، وأفتى فيها العبيدي ونبه وحذر وحدد المخاطر وعرض المخاوف وشرح السبل. فضلا عن ذلك له كتاب بعنوان عند سائس الإنجليز، طبعا كتاب المشهور، وجناياتهم على البشر عامة والمسلمين خاصة، وهو حديث سبق له نشره موسعا في كتاب بهذا العنوان. لاحظوا محمد حبيب العبيدي يطبع كتاب سنة 1916 في بيروت يتحدث عن الإنجليز وخطرهم على الأمة ومعاونتهم للصهاينة، ثم دعمه لثورة البراق، مشاركته في المؤتمر الإسلامي العام في القدس سنة 1931 في الوفد الذي ذكرناه في بداية المحاضرة، ثم مشاركته في المذكرة مع لعصبة الأمم التي ذكرناها قبل قليل، ثم الرسائل ورسائل كثيرة، منها رسالته إلى إمام اليمن وقتها كان هناك فكرة الحلف العربي، فأرسل له رسالة يحذره، ورسالة الملك غازي يشكره على موقفه من فلسطين، ورسائل أخرى. فضلا عن الكتابة في الصحف الموصلية والعراقية، ومنها الاستقلال وصدى الاستقلال وفتح العراق والبعث القومي ونصير الحق، ثم شعره وأدبه المسخر لفضح الصهيونية وبيان مخاطره، يمكن العودة إلى ديوان حبيب، هكذا ديوانه الشعري المشهور المعروف، في أمثلة كثيرة. واستمر على هذا المنوال إلى أن توفي رحمه الله. من أشهر ما قام به من أمثلة، لم يكتفي بما فعل كل ذلك، فقدم عريضة إلى متصرف لواء الموصل يعلن فيها عن وقف بعض أملاكه على المسجد الأقصى، ويخوله أن يتصرف فيها ريعا أو بيعا أو استبدالا. ويتحتاج واحد يتابع الموضوع يدرس هل تم تنفيذ هذا الوقف، لأنه هذا من الأوقاف الحديثة في العراق على المسجد الأقصى. رحم الله محمد حبيب العبيدي. ننتقل إلى الشيخ أحمد الراوي، عالم الأنبار و مدير المدرسة الدينية في سامراء رحمه الله، ساهم في إصدار الفتاوى والكتب، ولكنه انضم إلى لجنة الدفاع عن فلسطين وأسس لها فرعا في سامراء وترأسه، وانضم إلى عضويته معه السيدان حسين العابد شيخ عشيرة البودراج والحاج جاسم الحجي أحد وجهاء عشيرة أبو رحمن وغيرهما من وجهاء المدينة، واستضاف العلامة الراوي الحاج أمين الحسين رحمه الله مفتي القدس في سامراء سنة 1940 من أجل تأسيس صندوق تبرعات لمجاهدي فلسطين في قضاء سامراء. ولم يقتصر نشاط الشيخ على التبرعات في سامراء، بل شمل النواحي التابعة لها، وعمم قائم مقام قضاء سامراء في وقتها كتابا إلى النواحي التابعة للقضاء بلد وتكريت وبيجي والدور، يحثهم فيه على التعاون مع الشيخ الراوي وتسهيل مهمته بجمع التبرعات. واستمرت هذه الحملات سنوات حتى بعد النكبة وبعد التقسيم إلى الخمسينات، والشيخ الراوي كان يجمع هذه التبرعات ويجعل في كل مدينة في كل ناحية في كل قرية ممثل. من هؤلاء للتاريخ نذكرهم: الشيخ جاسم الجبوري رحمه الله في ناحية الضلوعية، والحاج شاكر الشيخ وهيب رحمه الله في ناحية الدور، والشيخ ندى الحسين شيخ البناصر، والسادة الأوالسة، والشيخ صابر الشيخ خلف الرفاعي في تكريت، فضلا عن مدينة سامراء التي كانت المقر الرئيس لجمع التبرعات. وبدأت تصله رسائل وبرقيات من الملك ومن غيره من المسؤولين يشكرونه على هذه الجهود، وكان يرسل برقيات إلى الوصي وإلى رئيس الوزراء وإلى السفير البريطاني في بغداد وغيرهم، فضلا عن وسائل الإعلام كجريدة الاستقلال والبلاد. كل هذه الرسائل والبرقيات يدعو فيها إلى التوسط لإيقاف المظالم وإنقاذ إخواننا عرب فلسطين
البواسل. هذا نموذج من هذه الرسالة. ومن هذه الوثائق المهمة فيما يتعلق بالشيخ الراوي ما ردت به رئاسة الوزراء في وقتها عليه معنونة ردها إلى صاحب الفضيلة السيد أحمد الراوي الرفاعي، ورد في هذا الرد: كان لكتابكم الكريم المعبر عن شعوركم النبيل وعاطفتكم الصادقة تجاه هذه الأمة العزيزة في موقفها الخطير الحاضر أبلغ الأثر. نشكر لكم وطنيتكم الفياضة أبلغ الشكر، ونقدر حق التقدير أهمية الفتوى الدينية التي أصدرتموها في حث الناس على الجهاد المقدس للدفاع عن بيضة الإسلام. وهي ممكن أيضا أن تدرس كفتاوى لعلماء العراق، وكيف كان تفاعل المؤسسات الرسمية والشعبية معها وغير ذلك. ننتقل إلى الأستاذ محمود فهمي درويش الذي هو من الشخصيات المهمة في العراق في القرن العشرين الميلادي، وإن لم يكن مشهورا كثيرا على المستويات الفكرية والثقافية والعلمية والأدبية، وأثاره في الحياة الثقافية وجهوده في العمل الوطني كثيرة ومتنوعة. هو من الشخصيات التي تحتاج إلى التعريف بها أكثر وبيان خدماتها وأياديها البيضاء في العراق وخارجه. ولعل التعريف بجهوده في القضية الفلسطينية هنا يكشف عن مدى الإهمال الذي طال حياته وإنجازاته وإنتاجه العلمي والتاريخي. يكفي كتابه هذا عن فلسطين، وأيضا الكتاب المشهور اللي ألفه مع الدكتور مصطفى جواد وأحمد سوسة، الكتاب الرسمي الدليل الرسمي للجمهورية العراقية 1960، من أشهر الكتب العراقية المؤرخة لتلك المرحلة، فضلا عن مشاركتي في الدليل الرسمي للعراق أيضا في الثلاثينات. كان معنيا بالتواصل مع علماء الأمة، وشارك في المؤتمر الإسلامي في مكة المكرمة 50، وانتخب عضوا في مؤتمر رابطة الشعوب الإسلامية كراتشي 1952، وشارك في مؤتمر علماء المسلمين في كراتشي أيضا سنة 1952. ولم يقتصر على ذلك، بل خطب وحاضر في مصر وسوريا وفلسطين والحجاز وباكستان، وسلك السبيل الوسيلة الأشهر والأكثر انتشارا وقتها وهي الإذاعة، أذاع في كثير من المحطات كبغداد ومكة المكرمة والقدس وكراتشي والشرق الأدنى في يافا بفلسطين. ومن أشهر أحاديثه الإذاعية سلسلة كلماتي عن فلسطين من محطة إذاعة بغداد على مدى أشهر من سنة 1948. طبعا تظهر أفكاره وخططه ومشاريعه وأخباره وتقييمه للحالة وقتها في كتابه الذي ذكرناه قبل قليل. ولكن أهم شيء يقول في كتابه: اقتطع الإنجليز، لاحظوا إخواني سنة 48، اقتطع الإنجليز والأمريكان والروس من وطنها جزءا سيكون حجر الزاوية في انتشارهم للاستيلاء على الهلال الخصيب وجانب من الكنانة من نهر مصر إلى النهر الكبير. فكل محاولة نظرية لإظهار بطلان ادعاءات الصهيونيين لا تجدي عمليا أي نفع، لأن الصهيونية لم تعد ادعاء نظريا. يقول بأن هذا مشروع أصبح واقع، فلابد من التصدي له بواقعية، فيطرح مشروع فكرة، وأيضا هذه الفكرة حبيست هذا الكتاب. وما يذكر لمحمود فهمي درويش أنه كان من السباقين لمحاولة معرفة واقع الاستيطان الصهيوني في فلسطين وزار، بل حتى أثناء كلماته في الإذاعة سنة 48 الأخبار والمعارك من شدة تألمه انهار في إحدى الندوات أو الرسائل عبر الإذاعة، وحمل إلى بيته مريضا، تعافى قليلا ثم عاد، وهكذا إلى أن توفي سنة 1960 فيما أظن. ومن كان معه في جمعية إنقاذ فلسطين الشيخ الزهاوي، كان هو سكرتير الجمعية، وهناك تفصيلات عن عقد الجمعية لمؤتمراته ودعمه لهذا الكتاب الذي دعم من قبل جمعية رابطة جمعية إنقاذ فلسطين، وطبع على نفقتها ووزع وقتها. سأتجاوز كثيرا من التفاصيل وأنتهي بحديثه المسلسل في الإذاعة الذي كان ينقل فيه أخبار ووقائع ما يجري من معارك إلى الرأي العام بعنوان زاوية فلسطين من إذاعة بغداد، واستمر حديثه طويلا ثم توقف إثر سقوطه مريضا، وبقي في المستشفى 63 يوما بسبب الجهد الذي بذله وقته. أختم طبعا بالمناسبة، هو درس العلوم الشرعية على والده القاضي في بغداد، ثم توجه لدراسة الكيمياء والصيدلة وتأليف الكتب في هذا المجال والتدريس، وهو رئيس جمعية الزراعيين العراقيين، ويجري التجارب الكيميائية، وفتح مختبر للتحليلات المرضية، وخبير في الفلك، فضلا عن كونه مؤرخا وخطاطا. هذه هي مهارات محمود فهمي درويش، وهو من عائلة كردية من عوائل بغداد العريق. أخيرا اللواء الحاج محمود شيد خطاب رحمه الله،
نختصرها نقول كلكم يعلم قاتل محمود رشيد خطاب في صفوف الجيش العراقي في فلسطين سنة 48، واستمر اهتمامه بالصراع العربي الصهيوني وتوقعه حرب 67 قبل 4 أيام من وقوعها. ومن أبرز جهوده بعد مشاركته في القتال ومتابعاته مؤلفاته عن فلسطين والصراع العربي الصهيوني، ومنها الوجيز في العسكرية الإسرائيلية وحقيقة إسرائيل ودراسات في الوحدة العسكرية العربية وأهداف إسرائيل التوسعية في البلاد العربية والأيام الحاسمة قبل مرحلة المصير والعدو الصهيوني والأسلحة المتطورة وغير ذلك. والكتاب الأخير نقف عنده ونختم إن شاء الله، إرادة القتال، هو حصيلة خبرة اللواء محمود رشيد خطاب بهزيمة حزيران عام 67، وكان في الأصل بحثا قدمه في مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في 12/68، ثم ألقاه مختصرا في محاضرات هنا وهناك. ويمكننا هنا التوقف عند كتابه هذا لنعرف رؤيته وموقفه من القضية الفلسطينية عامة وقضية القدس خاصة. فقد سئل رحمه الله عن كيفية إنقاذ فلسطين فأجاب بأن ذلك يكون بالعودة إلى الإسلام بما فيه من تكاليف البذل والتضحية والفداء، لأن الجيوش التي تقاتل بدون عقيدة لا تنتصر أبدا، والجيوش التي تقاتل بعقيدة لا تندحر أبدا، وأن من أهم أسباب انتصار إسرائيل على العرب لم يكن بسبب تفوقها في العلم التطبيقي على العرب، وليس هو في تفوقها في السلاح الجوي على العرب، وليس هو أيضا أن من أهم أسباب اندحار العرب هو تمسكهم بالدين كما كان يقولون وقتها. وبيّن أن العامل البشري لا يزال هو العامل الحاسم في الحرب، ولا يزال هو القوة القاهرة لكل سلاح ولكل عتاد، ولكن البشر بدون عقيدة غثاء كغثاء السيل، وللعرب عقيدة سماوية قادتهم إلى النصر، فكانت انتصاراتهم انتصارات عقيدة لا مراء. وهذا ما يظهره الواقع الآن، من يشتغل في طوفان الأقصى؟ مو العامل البشري، مو العامل الجهادي، مو القوة والقدرة والعزم والعقيدة والإيمان والتضحية والفداء، كل هذه هي التي دحرت الصهاينة الآن وكشفتهم وفضحتهم وأسقطت أسطورة الجيش الذي لا يهزم كما مر في إحدى المحاضرات قبل أسابيع. ثم يختم فيقول شارحا هذا الجواب من ناحية عملية، هذه الناحية النظرية الإيمانية الاعتقادية المبدئية، فيقول: العودة للإسلام ستؤدي إلى إعلان الجهاد الإسلامي، وهذا سيكون في الميدان لمواجهة إسرائيل، وهكذا سيكون في الميدان لمواجهة إسرائيل وقتها 70 مليون مقاتل من المسلمين، تعداد المسلمين وقتها، يستطيعون القضاء على إسرائيل حتى بدون سلاح. إن العودة إلى الإسلام تجعل من المسلم الحق مقاتلا هدفه تحقيق إحدى الحسنين، النصر والشهادة. فسبيل الإسلام كما يراه محمود رشيد خطاب رحمه الله هو العودة إلى الإسلام، هو في إعادة النظر في تربية النشأ، وضع مناهج تربيتهم على أسس مستمدة من تعاليم الدين الحنيف، والعمل بتعاليم الإسلام نصا وروحا. ثم يختم بمثال مؤلم يعود زمنيا إلى الوراء، إلى حرب 58 التي شارك في 48 التي شارك فيها كاشفا عن جانب من جوانب الإخفاق بحكم خبرته القتالية، فيقول: لقد كان من أهم أسباب إخفاق العرب في حرب فلسطين عام 48 وعدم وجود قيادة عربية موحدة، حيث إنه من واجبات هذه القيادة إدارة المعركة بالطريقة المناسبة التي تضمن استثمارا جيدا ونافعا للقطاعات العسكرية والأسلحة والأعتدة في الأمكنة والأزمنة المناسبة لها. ويقول: لكن الأمر كان فيه كثير من التخبط، فقد كان الجيش العراقي يقاتل في تلك الحرب في منطقة جبلية، وكانت لديه دروع لا فائدة منها في تلك المنطقة، وكان الجيش المصري يقاتل في تلك الحرب في منطقة مكشوفة، وكان محروما من الدروع الضرورية للقتال في تلك المنطقة، وكان لدى الجيش العراقي مدافع من عيار 25 رطل بدون عتاد، وكان لدى الجيش المصري كميات ضخمة من عتاد مدافع 25 بدون مدافع. فلو كان العرب قيادة موحدة حين ذاك لنقلت دروع الجيش العراقي للجيش المصري، ولنقلت عتاد مدافع عيار 25 للجيش المصري للجيش العراقي، ولما بقي دروع الجيش العراقي ومدافعه وعتاد الجيش المصري كتلا من الحديد لا جدوى فيها للمجهود الحربي. نظرته في طبيعة الصراع مع الكيان الصهيوني تكمن في قاعدة عامة، هي ضرورة التعاون مع المسلمين في كل مكان في كل المجالات التي تهدف إلى إنقاذ فلسطين، ووضع الدول الإسلامية عند مسؤولياتها التاريخية
لماذا؟ لأن القدس ليست للعرب وحدها بل للمسلمين، والعرب لا يصاولون إسرائيل وحدها بل يصاولون الصهيونية العالمية ومن وراء إسرائيل. لذلك يجب أن يكون إنقاذ فلسطين واجبا إسلاميا لا واجبا عربيا فقط. ولعل هذا يوضح كلمة العرب العرب، لأن هذا الخطاب الذي كان سائدا وقت أيام المد القومي العربي، لكن محمود شيد خطاب يستخدم لفظ العرب يستخدم لفظ إسرائيل، ولكنه في النهاية يقول قضية فلسطين قضية إسلامية ليست قضية عربية فقط أو قضية فلسطينية فحسب. هذا مختصر، واعذروني على الإطالة، اختصرت كثيرا، ولكن الموضوع كما رأيتم واسع ومتشعب ويستحق أن يكتب ويحاضر فيه كثيرا. نختم ببعض الصور لإبراز هذه الجهود أو لبيان هذه الجهود. هذا الدستور المؤتمر الإسلامي العام 31، ويليه النظام الداخلي للمكتب الدعم، طبع في القدس. هذا هذه الصورة للمؤتمر عام 1931، والتي حضر فيها وفد من العراقي رأسهم ويتقدمهم الشيخ نعمان الأعظمي. وإذا لاحظتم الأرقام، رقم 7 هو الشيخ نعمان الأعظمي بالجبهة السوداء والعمة البيضاء ومعه العكاز، المؤتمر الإسلامي الأول عام 31. نعم، الصورة التي بعدها هذه الصورة المؤتمر الإسلامي الأول أيضا عام 1931، لكن يهمنا هنا هو ظهور الأستاذ سعيد ثابت عضو المؤتمر عن بغداد، اللي يظهر إلى جهة اليسار الآن بجانب بين العمامتين بين الشخصين المعممين بالبدلة الرمادية الغامقة. نعم، وهذه صورة أيضا للمؤتمر يظهر فيها الشيخ، هنا واضح الشيخ نعمان الأعظمي على الجانب اليمين الآن، الشخص الثاني مع العكاز، وعلى أقصى الصورة إلى الشمال اليسار الشيخ محمد أمين الحسيني رحمه الله، والذي في الوسط بالطربوش بجانب على يمين الشيخ نعمان الأعظمي هو الشيخ عبد العزيز الثعالبي المفكر والعالم التونسي الذي كان يعيش في بغداد وقتها. تفضل. هنا صورة أيضا للأستاذ سعيد ثابت الثاني من اليمين في الصف الأول مع أعضاء الوفود المشاركة في مؤتمر خاص بفلسطين عقد في مصيف بلودان بسوريا عام 37. المصدر هو الموقع التوثيق للسيد محمد علي الطاهر السادس من اليمين. محمد علي الطاهر شخصية مهمة جدا في القضية الفلسطينية، فلسطيني عاش في مصر وأسس جرائد ومجلات ولجان وغيره، وكانوا حلقة الوصل لغالب المؤتمرات والندوات المعنية بالقضية الفلسطينية. هذه صورة لزيارة الشيخ محمد أمين الحسيني إلى سامراء سنة 1940، ويظهر معه الشيخ أحمد الراوي بالجبة البيضاء، والباقين هم متصرف سامراء وعدد من الشخصيات الإدارية وشيوخ العشائر. هذه الصورة يعود تاريخها سنة 1941، تظهر أيضا جانب من زيارة الشيخ أمين الحسيني، يظهر فيها الحاج جاسم السامرائي صاحب جامع السامرائي في بغداد الجديدة، الجامع المشهور تعرفونه جميعا، ومفتي القدس أمين الحسيني والشيخ أحمد الراوي، ثم الشيخ حسين العابد شيخ عشيرة أبو دراج. هذه رسالة من البلاط الملكي ديوان سنة 38 9 شباط 38 إلى حضرة قائم مقام سامراء المحترم، يبلغه الديوان باطلاعه على العريضة التي رفعت إلى جلالته من قبل المدرس الأول بمدرسة سامراء العلمية السيد أحمد الراوي وجماعة آخرين من أهل سامراء حول الحوادث الجارية في فلسطين، وتهميش طبعا عليه. شكرا. التي بعدها أيضا هذه إلى جمعية الدفاع عن فلسطين فرع سامراء، هذه من السكرتير جمعية الدفاع عن فلسطين في العراق، تنسيق الأعمال التبرعات بينهم. هذا كتاب أيضا من جمعية الدفاع عن فلسطين في العراق اللجنة العليا، أيضا إلى معتمد الجمعية في سامراء الشيخ أحمد الراوي، وصولات استلمنا كذا كذا من التبرعات المالية، ونسخة طبعا ما تروح للقائم مقام. هذا الشيخ محمد حبيب العبيدي مفتي الموصل رحمه الله، وهذه صورة لمؤتمر سنة 31 صورة أخرى في عدد أقل من الحضور، وهذه صورة للشيخ أمجد الزهاوي رحمه الله والشيخ فؤاد الألوسي رحمه الله وحسين كاشف الغطاء وآخرين للتنسيق في بعض الجهود التي كانوا يقومون بها في صدد قضية فلسطين. صورة هذه أخرى للشيخ الزهاوي في إحدى رحلاته خارج العراق، ولاحظوا الشيخ الزهاوي المعروف عنه كان لا يعتني بجبته ولا عمامته ولا هندامه، مهتم بالقضية ولا يهتم لهذه المظاهر. هذه صورة أخرى لعودة الشيخ الزهاوي والشيخ الصواف من رحلتهم من مصر، كما قلنا في المحاضرة عادوا إلى شرق الأردن وقتها، والتقوا بالملك حسين وقتها وعدد من علماء وشخصيات الأردن، ودعوهم للمشاركة في مؤتمر القدس. المؤرخ محمد عبد المنعم الغلامي رحمه الله
ثم اللواء محمود شيد خطاب رحمه الله، ثم محمود فهمي درويش بالصدارة، والشيخ الصواف بالعمامة، وأحمد سوسة حاسر الرأس المؤرخ المعروف، ثم غلاف كتاب كارثة فلسطين لمحمود فهمي درويش. هذه بعض أغلفة كتب محمود شيد خطاب المتقدمة: حقيقة إسرائيل، محاضرات القاها في معهد البحوث والدراسات العربية في مصر في 67، ثم الوجيز في العسكرية الإسرائيلية في 68، طبع لاحقة بعدين دار الشؤون الثقافية العامة في التسعينات في العراق، ثم العدو الصهيوني والأسلحة المتطورة. وهذا إهداء فقط، كتب كثيرة أي نماذج. إهداء في أحد كتب محمود شيد خطاب يقول: للمجاهدين الذين سيرفعون راية العرب والمسلمين فوق المسجد الأقصى أقدم هذه البحوث أملا سيتحقق اليوم أو غدا بإذن الله. ونحن نقول معه: سيتحقق إن شاء الله بإذن الله، وجهاد المجاهدين ودعم الداعمين بكل وسيلة ممكنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور مثنى حارث الضاري على هذه المحاضرة الفلسطينية القيمة، والشكر موصول لكم سادة الحضور على مشاركتكم وحسن استماعكم، وعلى أمل أن نلقاكم في مجالس ثقافية قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.